عايز يقول يقوله. اللي عمل اللي تم فعلا عمل ارهابي، عمل دنيء، عمل خسيس، ما حدش يقبل. ولكن انا امبارح كنت في اتصال دايم بالكابتن هاني بريده موجود في المغرب على شرف الانتخابات مش على المكتب التنفيذي، والحمد لله هو نجح بالتزكيه، وكان بلاتر موجود وكان قاعد معاه وناقشت انا وهو، وان شاء الله مش هيتنير لا ماتش زيمبابوي ولا حتى مباريات الانديه الاهلي والزمالك الاولمبي والاسماعيلي، وان شاء الله تتلعب في القاهره. رايك بتوصف الحدث ده؟ خسيس. حدث خسيس، حدث ارهابي، حدث كله سفاله. اتحاد الكره اكلمها في الايام الجايه. احنا اجتمعنا امبارح في مشروع الهدف رغم اعتراض بعض من زمايلي على ان احنا نروح مشروع الهدف، ولكن انا اصريت ان احنا ما زلنا موجودين، والاتحاد الكوره ما بيهمنيش حد وما بيخافش من حد، وهنعمل اجتماعاتنا وده واجبنا، وهنقف ورا المنتخبات القوميه وورا الانديه اللي هتلعب في افريقيا ان شاء الله. فعلا هيكون في مكان بديل مؤقت في استاد القاهره؟ الامر بيه امر ان احنا هنروح استاد القاهره كاجراء مؤقت، وهو خد على عاتقه التطوير مع كليه الهندسه هذا المبنى، وهننقل بعض المكاتب لاستاد القاهره او مشروع الهدف. المكتب الفني بس اللي هيشتغل من هنا على اساس ان الميل بتاعه او الفاكسات بتاعته ليها كود معين، ما لابد ان هو يبقى متصل بالاتحاد الدولي على طول. عقود اللاعبين والاوراق اللي جوه دي هل كلها حاجات سهله؟ كل دي حاجات سهله موجوده يا في الانديه يا موجوده في انا قبلك والله الكؤوس كلها اتسرقت. انا كنت في كؤوس اتسرقت، كاس العالم 2006، كاس افريقيا 2006 و10 و12 8 و6 8 و10 واتسرقت ديسكات وحرقوا الجامعة. عايزين هقول لك هل الخزنه بتاعت الاتحاد قالوا ان هم سرقوا الخزنه بتاعت الاتحاد، هل فيها كانت بتحتوي على مبلغ كبير فلوس بس؟ البعض بيقول ان الفلوس بس معظمها بتجيب شيكات طبعا. ما فيش حاجه اتسرقت ماليه خالص، لان اوضه الحسابات مؤمنه جيد جدا كلها بزنس. اتسرقت يا فندم؟ انا بقول اهو ما فيش حاجه اتسرقت ولا مبالغ ماليه. حضرتك بتستبعد ان يكون الاطرس الاهلي؟ اتفضل. عايزني اكمل ولا؟ لا اتفضل. لا مفيش لا مبالغ ماليه، اوضه الحسابات ما مستش خالص لانها مؤمنه جايه. سبب سؤالي ان سيادة العميد ثروت طويله من امبارح قال ان هو شاف بعين راسه احد المهاجمين لفريق الاتحاد شال خزنه ومشي، يعني شال خزنه ممكن الاتحاد وقال فيها كان فيها فلوس بس انا سامعه يعني. الحقيقه احنا رجعنا. انا متاكد من حضرتك. انا امبارح كنت هنا ومن الساعه 8 الصبح موجود، ورجعت كل اوضه اوضه، ودخلت اوضه الحسابات، ورجعنا الشيكات، كل الشيكات راحت البنك يوم الخميس، كل الفلوس راحت البنك يوم الخميس، ما اتسرقش حاجه وانا بطمن حضرتك. كابتن حسن، هل ممكن نلاقي حد من مجلس اداره اتحاد الكره النهارده في ماتش الاهلي والاولمبي كتاكيدا على انكم مستمرين ضد العنصر؟ صحيح صحيح، ان شاء الله ان شاء الله انا رايح ماتش الاهلي ان شاء الله.